روسيا وتركيا، نبض جديد في علاقات قديمة، هكذا وصفت زيارة رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين لأنقرة، زيارة وضعت العلاقات الثنائية في إطارها القانوني من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والتجارة والزراعة، ليخرج هذا التعاون من دائرة التنافس إلى دائرة التعاون الاستراتيجي. هناك مجالات عدة للتعاون المشترك بين البلدين، وما نسعى إليه هو استمرار هذا التعاون. روسيا هي دولة مصدرة للطاقة وتركيا دولة مستهلكة، فنحن نحتاج إلى هذا المصدر ونسعى إلى أن نكون مركزا عالميا لمرور وتخزين موارد الطاقة. الاتفاقيات شملت دعم تركيا لمشروع لإنشاء خط أنابيب للغاز تسعى موسكو لبنائه قبل خط منافس يدعمه الاتحاد الأوروبي، ويهدف المشروع المدعوم من الكرملين لحماية نصيب روسيا من سوق الغاز الأوروبية البالغ 25%، وسيضمن الدعم التركي للمشروع عملية النقل وإمدادات الغاز الروسي. بعكس ما يدعي الخبراء، فإن المشروع الروسي والذي يعرف بالتيار الأزرق ما هو إلا مكمل لمشاريع أخرى ولا يمكن اعتباره منافسا. الهدف في النهاية هو سد احتياجات أوروبا من خلال مصادر متنوعة ليس أكثر. وفي المقابل أيدت روسيا عدة مشروعات تركية للطاقة، بينها مشروع خط أنابيب من بلدة سامسون على البحر الأسود إلى ميناء جيهان النفطي التركي على البحر المتوسط، واتفق على مساعدة أنقرة في بناء أول محطتين للطاقة النووية لأغراض سلمية. فيما يبدو أن أنقرة بدأت في الآونة الأخيرة في مراجعة سياستها الخارجية بعد أن أعياها الانتظار أمام أبواب الاتحاد الأوروبي المصدى، فوجدت في العلاقات مع موسكو أحد البدائل الهامة للدور الجيد الذي بدأت القيام به في الفترة الأخيرة. من الواضح أن أنقرة الآن دخلت في مرحلة إعادة تقييم لعلاقاتها الخارجية، فروسيا حتى لو أنها فقدت مركزها كدولة عظمى، علينا أن لا ننسى أن بيدها أهم مفاتيح الطاقة، وما زالت دول عدة غنية بالغاز في آسيا الوسطى تدور في الفلك الروسي، فتركيا بحاجة ماسة لمثل هذا التعاون، وما تسعى إليه هو تنويع مصادر الطاقة. رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني كان شاهدا على ولادة تعاون استراتيجي بين أنقرة وموسكو، فوجد في هذه اللحظة التاريخية فرصة للتأكيد على دعم إيطاليا لمشروع ساوث ستريم الذي تبحثه روسيا وشركة إيني الإيطالية. فيما يبدو أن السياسة الخارجية التركية الجديدة بدأت تستند إلى أبعاد اقتصادية وجغرافية وأمنية كفيلة لتحويلها إلى مركز عالمي لمرور وتجميع الطاقة، وهذا لن يتحقق وبحسب المراقبين إلا من خلال توضيط العلاقات مع الجار الروسي الذي يمثل عمقا استراتيجيا واقتصاديا، والشراكة معه وبحسب المسؤولين الأتراك تعني ديمومة الاستقرار والتنمية. بشار فهمي، الحرة، اسطنبول.